سمعت حكمة قالها شخص هندي يقول أن حاسة الشم أقرب ما لها الفم، ومع ذلك لا يمكن أبدا أن يتضايق الإنسان من رائحة نفسه، يتضايق من رائحة الآخرين لكن من رائحة لا يتضايق. ما الفائدة من هذه الحكمة؟ الفائدة أن تعلم أنك لن تستطيع أن تكتشف عيوبك بنفسك. إن لم يكن لك مرآة تكشف عيوبك فإنك تضيع وقتك. من هو المرآة؟ هو الصديق الصادق الناصح. اقبل نصح الناس واقبل توجيه الناس، وإذا قال الناس فيك خصلة عيب خطأ زلل لا تجادل وناقش، الناس تنظر إلى ما لا تنظر إليه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الطبيعي يا أخواني أنك ستحبط أثناء تعاملك مع من أعطيتهم ثقتك. من الطبيعي أنه يمر عليك ساعات هم وألم، يمكن أحيانا أنت ما تدري سببها. أبغى أوسع صدوركم شوي. ابن الجوزي كان يقول كلام جميل، يقول لو أن هناك ملك قال لرجل فقير كل ما ضربتك بهذا العود أبعطيك 1000، هنا هل سيتألم هذا الفقير من هذا الضرب؟ بالعكس يقول زد. لماذا؟ لأن في مكسب. مرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ آية كانت مخيفة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، يعني اللي يعمل سوء سوف يعاقب عليه. فأبو بكر قال كل شيء عملناه يا رسول الله سنجازى به. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ قال فقلت بلى. قال هو ما تجزون به. إذن همك هذا قد يكون سبب لغفران ذنبك. بارك الله فيك. أخواني كبار السن فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافية الجسد، فقدوا المناصب، فقدوا كثير من ضجيج الحياة. كبار السن فقدوا والديهم، فقدوا كثير من رفقائهم، قلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان. لم يعودوا محور البيوت، لم يعودوا كما كانوا وهم أصحاب الرأي. كبار السن يا أخواني تراهم يمكن يرقدون لكن صدقوني ما ينامون، يأكلون ولا يهضمون، يضحكون ولكن ما في فرح، في حزن داخلي، ولكن يوارون دمعتهم تحت بسمتهم. يحتاجون يا أخواني منا من يسمع كلامهم. اسمعوا كلامهم، قد لا يكون ما بقي من عمرهم، بل أكيد لم يبقى من عمرهم كثر ما مضى من أعمارهم، ولذلك هم بحاجة الآن إلى البسمة، إلى الوجوه إلى القلوب الحانية. هم في ذكريات مؤلمة، حاولوا يعني يجعلهم يعيشون الأيام السعيدة. فما بينكم يعني الآباء تعودوا عليكم يوم كنتوا صغارا، يمكن لما كبرتم، كبروا الآن وكبرتم ذهبتم. يعني العقاد الحقيقة يقول شعر جميل على لسان أب مسن، ما أجمل هذه الأبيات. يقول أين الضجيج والعذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب، أين التسابق في مجاورتي شغفا، إذا أكلوا وإن شربوا يتزاحمون على مجالستي والقرب مني، حيثما انقلبوا فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا، بالأمس كانوا ملء منزلنا واليوم ويح اليوم قد ذهبوا، إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطا سربوا، دمعي الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب ألفيتني، كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب، هيهات ما كل البكاء بكى خور، إني وبي عزم الرجال أبو. ارحموا كبار السن. بارك الله فيكم.